هذا وعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن أمس بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية. حضر خلال الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز الإبل تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر مدينة الرياض في وقت سابق أمس، حيث كان في مقدمة مودع جلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وكبار المسؤولين وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد بعث صاحب الجلالة لدى مغادرته برقية شكر وتقدير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فيما يلي نصها.